لهنا انهم في اربع جمعات يكملوا البرنامج احنا نجلوهم ونقدروهم باش نحملوهم المسؤوليه عندك الحق على كل حال عنده الحق سفيان يحمل المسؤوليه للاساتذه بينه كونهم ديما متحملين المسؤوليه نتاعهم ورغم كيف ما يدافعوا بشراسه على حقوقهم هما زاد يؤديوا الواجب نتاعهم هاني قلت لك الظروف ماهي سهله توا الوضع استثنائي ثم صعوبات لكن العزيمه اللي تشوفها عند المربين اليوم كي تلتمسوا كيفاش معناتها مع تلامذتهم والتشجيع ما يجموش يعنقوهم ما يجموش يحملوهم صحيح اما ثم شحنه معنويه كبيره برشا تشوفها في عينين الاساتذه محبه كبيره تتعدى التلامذه نحن هذاك علاش مستحيل نحب نقول لتلامذتنا سنة راهي باكم باك بالبونوس باك ونص زاده ماهيش باك غير با علاش كان اختيارنا كونه نكملوا البرامج للتلامذه وامتحاناتهم مطبوعه وتعديت على اساس العام باش يكون عادي كيف ما الاعوام الكل لذلك ما ثماش معناتها اللي باش ياخذ باكو سنة باش ياخذ باكو كاي تلميذ وهو عنده البونوس نتاع الظروف الصعيبه اللي عاشها واللي تجاوزها واللي هو قادر باش يتجاوزها مع بمساعده الاطار التربوي واساتذته اللي باش يهنيهم هذاك علاش نحن حبينا كونه تلامذه تكمل برامجها باش خاطر ثم كان اقتراح ما تعرف كان ثم الاقتراح كونه نكتفيو بما درس فهمت وشفنا كونه ما كانتش ممكنه وباش تاثر حتى على قيمه البكالوريا للتلامذه هذاك علاش نحب نهني تلامذتي ونقول لهم راهو باش ياخذوا باكم سنة باكو نص زاده مدام جودة بدينا بالباك وهنيتنا عليهم توا ربي نجحهم الكل يسمعوا فينا وتحية للأولياء اللي عندهم أولادهم باك هذوكم راهم في حالة أكثر منكم وأكثر من التلامذة لا والله أكثر نأكد لك كونه الأساتذة في حالة كبيرة اليوم على التلامذة نعرف